الطفل حديثي الولاده زي ما حضرتك قلت، حكايه اكتشاف الموضوع في الانتينيتال لايف او في اثناء فتره الحمل، يعني الحكايه دي بقت موجوده، يعني ما بقتش صعبه دلوقتي، بقى في طرق حديثه او اجهزه حديثه من الالترا ساوند او الموجات الصوتيه بمنتهى البساطه. بيلاقي الطبيب وهو بيعمل السونار او بيعمل الاشعه للام، بيلاقي ان الطفل عنده كليه واحده او احدى الكليتين عليها متضخمه او فيها بالمعنى الصحي يعني او معنى اصح حاجه اسمها باك بريشر، يعني في ارتجاع، الميه ما بتفوتش او البول محبوس في حوض كليه من الكليتين. وهنا لازم يبقى في مجموعه اجراءات تتعمل فور الولاده، يعني متابعه اولا بيتعاد الالترا ساوند تاني، واذا لسه في باك بريشر بدرجاته مختلفه يعني درجات درجه مدرت او سيفير يعني درجات عاليه، بنبدا نعمل سلسله اجراءات تانيه. بس احنا لسه دلوقتي بنتكلم في مرحله الايه، التشخيص او التعرف يعني.